بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس جمعية مرشدات البحرين. أقامت مرشدات البحرين فعاليات المخيم السنوي عن بعد تحت شعار مرشدات البحرين انتماء وولاء وتطوع وإنجاز، وذلك بمشاركة 400 طالبة. تعزيزا للدور البارز للحركة الكشفية والإرشادية في تنمية النش وفق القيم والأخلاقيات الكشفية، أقامت مرشدات البحرين فعاليات المخيم السنوي عن بعد بهدف ترسيخ القيم والسلوكيات والاتجاهات التربوية كالتعاون والتضامن الإنساني والثقة بالنفس وتحمل المسؤولية وإتقان الأداء والعمل الجماعي وتنمية القدرات القيادية. إن وزارة التربية والتعليم دائما تضع ضمن اهتماماتها وأولوياتها ما يأتي في الكلمات الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ضمن هذا الإطار هناك توجيه دائما بالاهتمام بتعزيز عمل التطوعي، لذلك حتى في ظروف هذه الجائحة أبقينا على العديد من الأنشطة التي تديم التواصل بين الطالب والمدرسة وبين أنشطته، واليوم مثل هذا المخيم هو يعزز قيمة العمل التطوعي الذي سعينا بشكل متواصل أن يكون من ضمن أولويات المرحلة الثانوية أيضا من خلال مساخ خدمة المجتمع. في هناك ساعات مطلوبة على الطالب أن يقضيها في العمل التطوعي داخل المدرسة أو خارجها. أول ما بدأنا مساق خدمة المجتمع كان عدد الطلبة المشاركين فيه 400 طالب وطالبة، وفي العام الماضي كان العدد وصل إلى 9000 طالب وطالبة، باعتبار أن هذا المساق مساقا إلزاميا في المرحلة الثانوية. هذا وقد اشتمل برنامج المخيم على سلسلة من الورش التدريبية، ومنها الورشة الفنية رسائل في حب الوطن، والورشة التوعوية الصحية كوني يقظة، وورشة المسابقات الإرشادية تحت شعار تعليمنا الافتراضي مميز. بالنسبة حق مخيم الولاء 14 السنوي الافتراضي الثاني، الأهداف في المخيم طبعاً استكمال لدور وزارة التربية والتعليم ونجاحها المتميز في التعليم والتعلم الافتراضي، إضافة إلى أن إبراز دور مرشدات البحرين في الوقوف بصف القيادة الرشيدة وخاصة في ظل الظروف الراهنة الجائحة العالمية كورونا. والجدير بالذكر أن قسم المرشدات بإدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات قد استمر في تنظيم أنشطته بالوسائل المراعية لظروف الجائحة، حيث نجح بتنفيذ خطته بما يقارب 95% من خلال 20 مبادرة تطوعية انبثقت منها العديد من الأنشطة بما يقارب 60 دورة افتراضية داخلية و20 دورة افتراضية خارجية مع الإقليم العربي، إضافة إلى 5 مخيمات افتراضية و10 لقاءات تدريبية، وذلك لفائدة منتسبات مرشدات البحرين.